الماتش يعني كان كويس، بس مش اللي هو كنا منتظرينه من زمالك واسماعيلي، وزي ما حضرتك مع وجود جماهيري طبعا بقى. طبعا هل توقف الدوري اثر طبعا زي ما طبعا شفنا الاهلي مع شباب بوليزاد متاثر طبعا جدا برضه الزمالك طبعا، الماتشات الرسميه غير التمارين وغير الماتشات الوديه طبعا، العمل النفسي والعصبي لا لا يعني بيأثر طبعا اللعيبه. زي ما حضرتك قلت انا شايف النقطه نقطه مهمه جدا لنادي الاسماعيلي، انت واخد نقطه من نادي الزمالك يعني بالصفقات زي ما حضرتك قلت طبعا بالسكواد اللي عنده، لا سكواد جامد طبعا. فانا شايف ان الاسماعيلي خد نقطه، وكان الزمالك كان يعني متسيد الشوط الثاني كله. اسماعيلي راح كام فرصه كده، بس طبعا الخبرات مش موجوده في اسماعيلي كتير. بس انا شايف ان نقطه مهمه جدا لنادي النادي الاسماعيلي، نقطه يبني عليها طبعا، ويبني عليها طبعا 3 بونت الماتش اللي فات ونقطة النهاردة، فدي حاجة كويسة طبعا.